مرحبا سي محمد طارق السبعي، ما صحة الأخبار حول رفع دعوى قضائية ضدك؟ بالفعل سي عبدالله بلفقي جمع جوقته في قلميم وقرر في المجلس البلدي مقاضاة الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب. هذا لا يخيفنا وسنتصدى له بالحجة والبرهان، لأنه القانون ديال الصحافة يعطينا 15 يوم باش ندليو بالحجاج. احنا راه ما كنتهموا حتى شي واحد حتى كتكون عندنا الحجاج الدامغة، ولهذا كنقولوا للسي عبد الوهاب الفقي راه حنا مازال غادي احنا اللي غنقدموا شكاية بالجرائم التي ارتكبتها في حق مدينة قلميم. والزمان بيننا هو الحكم، ولكن راه كيمكن هاد الحزب اللي كينتمي ليه راه باش يعالج الموقف تيخصو يطردو من المكتب السياسي. وانا عندي الامل ان السي ادريس الشكر سوف يتخذ الاجراء اللازم باش يطهر الصفوف ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه من المفسدين، وهذا هو اللي مأمول في كل الاحزاب التي يجب ان تاخذ في حسبانها ان كل ناهب الملعم راه كيشوه الاحزاب اللي كينتميو ليها. ولهذا فالاحزاب السياسيه راه كنا خاطبناهم في سنه 2006 بمسرح محمد الخامس وقلنا لهم عليكم الا ترشحوا ناهبين الملعم. ايوا دابا حنا الدور ديالنا هو هذا، بقى الان الدور ديال الاحزاب السياسيه التي خص تطهر الصفوف ديالها من كل المفسدين. سي طارق، في اطار نهب المال العام او تبذير المال العام، الا تعتبرون التعويضات اللي تعطات مؤخرا للولات والعمال والبشاوات واللي هي تعويضات اعتبروها مواطنين انها جزافيه على السكن تدخل ضمن نهب المال العام؟ انا ماشي ضد التعويضات، راه جميع الدول كيكون عندهم تعويضات للمسؤولين. هاد التعويضات ينبغي ان تكون المقابل ديالها وهو حمايه المواطن من الفقر والمرض والجهل، وبالتالي هاد التعويضات اذا كان الامر يتعلق بتعويضات المسؤولين في وزاره الداخليه، ياك شي اللي كتقصد. هاد التعويضات هذه انا كنفسرها تفسير واحد، وهو انهم يهيئون هاد الولاة والعمال والقياد والبشوات الى اخره، يهيئونهم للانتخابات القادمه. فاذا كان هاد الاغراءات باش غادي يرسموا هما هاد الناس هادو الخريطه السياسيه القادمه على مقاس معين، فهذا خطير وخطير جدا.